هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو. اسمع بعض الأمة في خطبة الجمعة بيقولوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وكانوا يفسروا ويشرحوا الحديث بسبب تفضيل الأم عن الأب في الاهتمام والرعاية. فمنهم من قال إنه ألم الولادة كتير كبير، ومنهم من قال إنه الأقرب إلى الطفل وهو صغير هي الأم. وأكيد الأم بتسهر على راحة أطفالها وبتهتم فيهم وبأكلهم وبنظافتهم. طبعاً هناك تفاسير وشروحات كتير، لكن كل هاد ما بيعبر عن اللي شفته بعيوني في سنوات عمري الطويلة عن مدى حرص الأم وتفانيها في رعاية أطفالها. شفت إن الأم هي قلب الحياة ودينامو العيلة. الأم هي اللي بتلم شمل العيلة، القلب الحنون اللي بيسأل على الكل وبيدير باله عليهم، تحمل همنا كلنا بدون كلل أو ملل، بدون أوف وليش. فيها قوة جبارة مستمدة من الله سبحانه وتعالى، رحمة بالزوج والأولاد وحتى أولاد الأولاد. شفت هالطاقة والقوة في أمي وزوجتي وأختي، وإن شاء الله رح أشوفه في بناتي. شفت فيهم السعادة والحب والعطاء. الأم بتنشر الابتسامة والرضا والاطمئنان، هي مثل ضماد ضد جروح الحياة. بكفي إنه كل الوظائف في الدنيا فيها إجازة إلا وظيفة الأم، دوام كامل بدون أي إجازات ولا مغادرات. الحياة بدون الأم جافة بدون طعم أو رائحة. فالأم فعلا قلب الحياة ونبضها وبهجتها. برحب فيكم أصدقائي بحلقة جديدة مميزة وخاصة من برنامجكم هوا نون. اليوم مو مثل أيوم، اليوم حلقتنا غير عن كل الحلقات. الحلقة اليوم فيها الكل رح يكون مبسوط وسعيد أكيد، أنا وإنتوا كل العالم. اليوم محتفلين بست الكل، محتفلين بست الحبايب، بكل الأمهات اللي فضلهم ورضاهم علينا ما بيتعوض. وأنا هون بقول أمي يا حبيبتي، يا غالي على قلبي، يا كل أمهات العالم،
يا كل أمهات العالم كل لحظة وكل دقيقة وكل يوم وكل سنة، وأنتوا بألف ألف ألف خير. لو شو ما قلنا كلماتنا ما رح توفي آلام الأم حقها، بس أكيد كلمة حلوة بنفرجيكم إياها وبنحكي لكم إياها. إحنا منحبكم كلكم وفخورين فيكم. معكم إحنا اليوم بحلقتنا المميزة، مميزة بموضوعها، مميزة بضيوفها، مميزة كمان بلمسات الديكور اللي شايفينها قدامكم، الربيعية الحلوة المليانة زهور وألوان. ورح نشوف أشياء جديدة كمان لأول مرة على قناة نون، أكيد رح تعجبكم كتير. ومعاكم رح نبدأ الحلقة الخاصة بفيلم قصير ومؤثر جداً اخترنا لكم إياه من ضمن الأفلام القصيرة اللي أنتجت خصيصاً للحديث عن الأم. ما بدي أحكي عنه كتير، خلونا نشوف سوا فعلاً أجمل ثلاث حروف هي كلمة أمي. اي مبنى 3 دكتور سمحان، تكفى دامي نعلق على باب المكتب. اي تشيكلي اخر رقم 356. اي يلا تكفى ناطرك، انا بشرني. يلا ماشي. الو هلا يما، مشغول الحين؟ مو وقته. كلمي محمد، انا مشغول. يلا يلا باي. ما اقدر يلا. الو هلا والله. ها بشر بي ماينس. الله يبشرك بالخير. اوف والله اني محظوظ، ما شلون طلعت من هالماده هذه. اي يبا لك البشاره، لك البشاره. اي خلاص ماشي ماشي، اليوم العزيمة اليوم إن شاء الله. يلا خيرك. صدق إنك محظوظ بخصوص المادة. والله مو متصور شلون مشيت معاي، يعني الشباب كلهم درسوا وشدوا حيلهم، أنا قلت قبل الامتحان بساعتين يمكن على الماشي ومشيت على البركة. والله بس أنا ما أقصد هذا الموضوع. ليش تقصد؟ أمك تدق عليك. إيه؟ تعرف يعني شنو أمك تدق عليك؟ أنا ودي لو أشوفها لو ثواني، فما بالك أسمع صوتها. تدري لو أسمع صوتها يمكن ما أسد التليفون، خليها تسولف تسولف ساعات، يمكن ما تحس باللي أنا أحس فيه الحين. بس لحظة راح تمر عليك، لحظة تفهم اللي أنا قاعد أقصده الحين. وقتها ما راح تستانس ولا تفرح إنك جبت بي بالمادة، بالعكس راح تفرح اللي دق عليك طلبات ما تخلص، طلبات ما تخلص. تدري لو أمي عايشة سميها؟ سميها أغلى ما بالكون. ما أقدر أوصف لك شعوري أو شنو أقدر أسميها. الفرحة مو بالدرجة، الفرحة إن أمك تقعد. أنا بعطيك نصيحة واحدة بس، أنا عندي باب من أبواب الجنة تسكر، أنت لحق على بابك قبل لا تسكر بعد عمر طويل إن شاء الله.
الو هلا يما. ايامر ايش بغيتي؟ فعلاً أجمل ثلاث حروف هي حروف كلمة أمي. بدي أطلب طلب صغير من كل واحد عم بيحضرنا هلأ. طلبي هو إنه كل واحد فيكم يروح لعند أمه يحضنها حضن كبير كتير ويقولها قديش إنه هو بحبها، وإذا مزعلها يطلب منها السماح. وحتى الكبار مو بس الأطفال، كلياتنا عندنا أمهات، وإحنا قدام أمهاتنا جميعنا كلنا أطفال. يا ريت لو حتى بعيدة تحكي معها تليفون وتسأل عنها، وإذا ربنا اختارها لجواره إنه تدعي لها بالرحمة والمغفرة. وأنا بدي أستغل كمان هاي اللحظة وأوجه تحية خاصة جداً لأمي الغالية، بقولها اشتقت لك كتير يا ماما. إلها ولكل عيلتي اللي موجودة في الكويت بوجه لهم تحية كبيرة كتير. أنتي ووالدي كمان الغالي اللي اشتقت لكم أنا بصراحة كتير كتير. يا رب يخلي كل أمهاتنا ويضلوا على طول راضيين علينا. لأنه رضا الوالدين من رضا الله سبحانه وتعالى. فالأم هي الإنسان الوحيدة اللي ممكن تنسى تدعي لنفسها بصلاتها، لأنها بتكون مشغولة بالدعاء لأولادها. الأم مدرسة، الأم كنز، هي باختصار كل شيء في الحياة. مكملين معكم أحبابنا في فقراتنا الحلوة والمميزة بهذا اليوم، بس أكيد بعد هذا الفاصل استنونا سوا، حنكون بأحلى هوى هوى نون. هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو. الأغلى يا ماما. هذا البرنامج برعاية حليب رونا جرو.
رجعنا لكم مرة ثانية أحبائنا ومشاهدينا الأعزاء في هذا اليوم وهذه الحلقة المميزة من برنامج هوانون. معي في الاستوديو أسرتي الغالية، معي الأم الغالية والزوجة الرائعة جدا ميس الحسن، ومعنا كمان لين الصعيدي ومايا الصعيدي. أهلا وسهلا فيكم، كيف حالكم؟ الحمد لله. كيف حالك مايا؟ منيحة. قديش بتحبي مايا ماما يا مايا؟ كثير. قديش يعني تقريبا؟ بايديك عديلي. واو، والثانية؟ واو كثير. وانت يا لين قديش بتحبي مايا ماما؟ ماما قد كل العالم. قد كل العالم؟ وبابا؟ برضه. قد كل العالم كمان؟ اوعي ديري بالك. طيب، قبل ما نسأل أي سؤال وقبل ما نبدأ كل الفقرات، بناء على طبعا أوامر الست لين بدها تغني لنا هيك أغنية عن الأم. مجهزة لنا أغنية تغني لنا إياها؟ نعم. جاهزة؟ يلا نسمعها مع بعض. أمي يا أوكي يلا يلا كمان. أمي يا أمي الحبيبة نفح الرياحين والورود، أين ابتساماتك الرطيبة تسمو بإراقة الوجود؟ أمي يا أمي الحبيبة نفح الرياحين والورود، أين ابتساماتك الرطيبة تسمو بإراقة الوجود؟ الله 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 الله، برافو عليكي، برافو يا لين. أعطينا مايا. طيب ماما، هلا مايا انت شو بدك تغني لنا لماما؟ تغني لنا لا ماما علمتني، شو رأيك؟ عشان عشان هي ماما علمتني، عشان ماما غني لي. ماما علمتني. يلا يلا امسك المايك وغني لي ماما علمتني. انا وياكي ولا انا ولين نغنيها؟ يلا طبعا الروضه. يلا على الروضه. الروضه 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 حليام، الروضه 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 حليام. انا خجلانه انا خوفانه انا ما بعرف انا حيرانه، هاي 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 هاي. برافو برافو. زقفة 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 لمايا. طب حافظي كمان ماما علمتني؟ يلا غني لنا إياها. ماما علمتني غير تار تار، أغنيها إلكم مع كل الصغار. لا 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 لا. هيك بيطير العصافير، هيك بيسبحوا الأسماك، هيك بيدوروا الدولاب، هيك بيزقفوا الشوطات. برافو 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 يا مايا، برافو كتير. طيب ميس، احنا اليوم يعني خلينا نحكي عاملين يوم خاص جدا. هي أكيد كل أيام السنة هي أيام مميزة بالنسبة للأم، بس احنا اليوم هيك عاملين يوم خاص جدا للأم. نكون معها، نوجه لها تحياتنا، نغني لها. شو بتحبي تحكي لنا في هذا اليوم؟ أكيد أول شيء مساء الخير عليك وعلى كل اللي عم بيحضرونا. شكرا. أنا بحكي بالمايك هاد ماشي الحال؟ هي عندها مايك عندي أنا عندها. هذا الصغير هذا بس للي بده يغني، هذا بس للي بيغنوا للي صوتهم حلو. أوكي. هيو هيو شايفة؟ أوكي تمام؟ أيوة زي هذا. يلا أوكي. أكيد أول شيء بدي أعيد كل الأمهات اللي بيحضرونا بس عشان ما يطلع الصوت منيح. أوكي هلا. وأكيد رح أبدأ بوالدتي، بقولها كل عام وأنتي بألف خير، وأنتي أكيد ست عظيمة وعطائك لنا ما إله حدود، فكل سنة وأنتي سالمة يا ربي. وأكيد بعايد كل أمهات العالم اللي عم بيحضرونا. طيب مايا، أنتي عمرك زعلتي ماما؟ أقعدي منيح بابا عشان أعرف أحكي معك. أيوة. أنتي عمرك زعلتي ماما ولا مرة؟ مبارح زعلتيها. طب زعلتي بابا؟ طيب لين، انت عمرك زعلتي ماما؟ طب لنفترض في يوم من الايام انك زعلتيها، شو بيكون شعورك؟
بحس انه يعني بالذنب ليش انا زعلتها. انه يعني هي دائما بتحبنا، بتقدم لنا اللي بدنا اياه، بتعمل لنا ايش ما بدنا، بتتعب، بتروح بتشتغل، بتروح علشان برضه بتدرسنا، بتتعب علينا علشان نطلع يعني جدا كثير مناح بالمستقبل، وعلشان نطلع متفوقين من بين برافو الناس. برافو برافو. طب بابا انت اذا شفتي ماما زعلانه شو بتعملي؟ بحاول ارضيها، و يعني بحاول ارضيها وبحن عليها وبحاول انسيها الزعل. حلو، برافو عليكي. طب مايتي انت اذا شفتي ماما زعلانه شو بتعملي؟ بنظف البيت. بتنظف البيت؟ شفتي ماما زعلانة بتنظف البيت؟ بزعلني انه البيت يعني هو مشكلة ماما دائما في تنظيف البيت يعني هي المشكلة؟ هي يعني مايا بتكركب البيت شوي بس بعدين دغري بترتب الألعاب صح؟ طيب شطورة. طب ميس سؤال إلك، شو كنتي تعملي لما كانوا لين ومايا يبكوا هم بيبيات وكيف كنتي تهتمي فيهم وهلا شو بتعملي إذا بيبكوا؟ هلا اكيد يعني الدور الاكبر اللي الام بتقدمه هو المحبه، فالمحبه هي موجوده على طول، بس طريقه الرعايه بتختلف من الطفل لما يكون بيبي من لما يكبر. هم بيبيات حاجاتهم اكيد الاكل الغيار شغلات مثل هيك، بس كل ما كبروا المحبه بتكبر وطريقه الرعايه بتختلف. هلا شو بعمل لما بيبكوا؟ مثلا زي لين مثلا اذا كانت في شيء مزعلها، لا انا بحاول اذا عم بتواجه مشكله اساعدها هي تحل المشكله، مش دوري انا بس انه يعني امنع البكاء عنها. اكيد انا بحاول قد ما بقدر، بس لا بساعدها اعلمها كيف تتصرف، كيف تحل مشاكلها بنفسها. بالنسبه لعمر مايا يعني هي انا شايف يعني ما شاء الله كلمه حلوه بتراضي نقعدها في الاستوديو مش عارفين بس شو رايك يا مايا؟ احنا قاعدك في الاستوديو مش عارفين ممكن تقعدي مكانك ولا صعب؟ لازم هون؟ ابدا، تعالي جنبي تعالي عشان الكاميرا تشوفك. احكي لنا هيك موقف طريف صار معك في الامومه مع لين او مع مايا. يعني مايا الحياه معها كلها مواقف طريفه زي هلا يعني هذا مثلا موقف طريف جدا يعني مايا هلا لو سالناها مثلا من الشغلات، مايا بتحب الشوكليت كثير، فمثلا لو سالنا مايا وهي باللحظه اللي بدها فيها الشوكليت لو قلنا لها بتحبي ماما ولا الشوكليت اكثر شو بتقولي؟ بتحبي الشوكليت ولا ماما؟ شوكليت. في اللحظة هاي لازم الشوكليت تكون لها الأولوية. هلا بالنسبة للين، لين هيك من البنات اللي قلبها كتير يعني حنون وبتحب الأحضان وبتحب بالذات قبل ما تنام لازم 10 مرات أفوت وأطلع أعطيها هاج وأبوسها وأرجع أطلع بترجع تناديني، فرايحة جاي أنا عبين ما تغفلي. مظبوط مظبوط. طب لين انت يعني بالعاده الامهات بينادوا بيطلبوا من بناتهم الصغار مثلا شغله، فانت لما ماما تناديكي ومرات بتتاخروا عليها، يعني في رايك ليش البنات بتاخروا لما يردوا على مامتهم؟ مرات بتاخروا ممكن يكونوا يحلوا واجبهم يطنشوا. بيكون بحلوا واجبهم بيطنشوا؟ يعني انت مرات اذا ماما نادتك وما رديت عليها بتكوني تحلي واجبك وتطنشي؟ لا، في ناس ممكن يكونوا يلعبوا يعني ممكن يكونوا يحضروا. بنطلب منك تحلي واجبك بابا يعني. أنا؟ احنا بنطلب منك تحلي واجبك يعني. أه؟ لا مش انا، بنت الجيران اكيد انت. اوكي. ممكن يكونوا بيلعبوا بيعملوا يعني اشياء مسليه وهيك، فما بدهم ينزلوا ويغلبوا حالهم ويعطوا الاشي لامهم وبعدين يرجعوا يطلعوا يكملوا لعب. بيحكوا بالعكس بسهل علي، خلاص بضلني العب وبطنش امي وزي كانها ما ندبت. طب هذا السلوك بيصير يعني برايك؟ هذا السلوك خاطئ، وبر الوالدين الله امرنا فيه، ف يعني لازم احنا دائما نضلنا نبر والدينا ونطيعهم. أيوة، ونرد عليهم ونساعدهم ونرد عليهم صح، نعملهم ايش ما بدهم صح. مايا انا شفتك مره في اخر تصوير هيك كنت عم تلعبي بين الورود صح، كنت عم تلعبي بهاي اللي بتنفخ وبتطلع ايش دوائر صح؟ جبتي البابلز؟ جبتي ورده معك انت؟ جبتي ورده لماما؟ جبتي ورده؟ جبتي ورده لماما. ليش جبتي لها ورده؟ عشان بتحبيها؟ اكيد عشان بتحبيها. طب بابا لين انت كم طلب تطلب منك؟ انت يعني انت كم مره بتطلبي من بابا وماما اشياء في اليوم؟ ماما الصراحه بدك معي الصراحة يعني مليون طلب. مليون طلب؟ يعني بدي اتغدى، ايش البس،
عادي اشتري هي اللعبه، بدي الام للمدرسه. كله بدي 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 بدي. بابا سؤال واحد. اللي هو وين ماما؟ بس هذا السؤال. وين ماما؟ بس مسالوني بس وين ماما. طب احكوا معها تليفوني بابا. طيب بدي احكي ميس، لينو مايا في البيت كيف بيقضوا وقتهم بشكل عام؟ هم زي كل الأطفال بيبدأ نهارهم أكيد، بنطلع نحنا بصحوا بيطلعوا المدرسة، بيرجعوا بيرتاحوا شوي، بيتغدوا، بعدين شو بتعملوا؟ بيدرسوا، بيراجعوا دروسهم، بعدين بيبقى معنا شوية وقت نلعب، نعمل نشاط معين. النشاطات اللي هم بيحبوها كتير العجين. العجين والطحين، احنا دائما المطبخ عندنا كله هيك ابيض وطحين، لانه دائما بحبوا يلعبوا بالعجين. طيب حلو، لين بدنا نعمل لك هيك اختبار صغير ونشوف شو بتعرفي عن انت عن ماما، شو معلوماتك عنها. اوكي، شو لون ماما المفضل؟ البيج. البيج مزبوط يا ميس، البيج لون المفضل. هاي وان يلا. شو ماما بتشرب اول ما تصحى؟ نسكافيه. لازم نسكافيه. صح، بقول انا هاي العلب نسكافيه الكبيره وين بتروح؟ طيب بتحب التفاح الاحمر ماما ولا الاخضر؟ الاحمر. بابا الاخضر. الاخضر يعني بتعرف عن ماما بتعرفيش عن بابا؟ سابك عصير بس نروح شغله. طيب ماما بتسوق السياره بسرعه ولا بابا اسرع؟ مين اسرع؟ ما في يعني، انتم ما بتسرعوا كثير عشان بالعجله الندامه وفي التأني السلامه. بالعجله الاماميه ولا الخلفيه؟ يعني بحالات الطوارئ، بحالات السرعة. طيب ميس، هلا انت معده برامج بقناه نون للاطفال، احكينا عن تجربتك بالعمل مع قناه نون وكيف موفقه بين الشغل ودورك وواجباتك كأم، واجباتك يعني كل هالاشياء. اكيد هي تجربه لسه جديده، انا معاكم هلا بهوا نون وعم نعد البرامج انا وطبعا زميلتي، بوجه لها تحيه هي الحاج، وانا بوجه لها الشغل معها كثير رائع هي الحاج، بقولها لو تستعجل معي في الاوتو كيو بيكون كثير كويس. فبصراحة تجربة أنا كتير سعيدة فيها، وإن شاء الله بتتملى أعمال كمان لقدام أكبر من هيك. هلأ طبعاً إحنا بالإعداد في شغلة بجوز أنت مش مكتوبة عندك، مكتوبة عندي. إحنا كل حلقة نطلب من جمهورنا يوجه أسئلة للضيوف اللي موجودين معنا، فكانوا هالمرة عندنا مجموعة من الأسئلة وجهوها لإلك، فأنا حابة أسألك ياهم. أنت يعني المقابلة. حنقلب الأدوار شوي. أوكي. أنا ضيف يعني. شوي. ما بحبش هذا تعدي على السلطات وتعدي على على البرامج. لا لا، هي بس هيك اعطيني دقيقتين وبعدين كل واحد برجع لمركزه. طيب بس مايا شوي، شو رايك تسمعي؟ بابا الاسئله، تسمعي الاسئله. في سؤال مهم. شو رايك؟ في اسمع. سؤال مهم. في بنوته اسمها اميره قطامي بتسالك كيف ترى الطفل موهوبا؟ كيف بتكتشف الموهبه عند الطفل؟ بشوفه فبيكون موهوب او مش موهوب. لا هي ده احساس يمكن. لا يعني اكيد الطفل الموهوب بيكون مميز، يعني بتلاقي تصرفاته مميزه، طريقه كلامه مميزه، طريقه حكيه، طريقه كيف بنقل المعلومه، كيف بيحكي، كيف وقفته، كيف ثقته بنفسه. الثقة بالنفس كتير مهمة يعني. وبعدين ننتقل للأشياء التانية، هو شاطر في الفن، في الرسم، في الغناء، في الموسيقى، يعني هاي الأشياء بعدين بنبقى نحكم عليها يعني. في عنا ولاء ركان تسألك هل تفرح كثيرا عندما تشاهد والدتك؟ أفرح كثيرا، طبعا أفرح كثيرا عندما أشاهد والدتي، وهل يوجد من لا يفرح عندما يشاهد أمه؟ أوكي، في عنا كثير اللي زمان ما شفتها، وان شاء الله قريبا يا رب. ان شاء الله في عندنا قدر دوابش، ان شاء الله يكون الاسم صح عم بقراه. ما هي اخر هديه اهديتها لوالدتك؟ اخر هديه اهديتها لوالدتي، يلا شوف ذاكرتك يا عمر. والله بتذكر اهديتها خاتم. مظبوط، اهديتها خاتم. مظبوط. طيب انت بكر اهديتها هديه وانت مش عارفه يعني؟ لا انت، انا وخالته على الخط على طول يعني. والله. فتحاولش. طيب هل بتهدي والدتك في يوم الام فقط ولا على والله طول؟ لا، انا لازم يعني اذا بشوف ماما لازم دائما يكون في تواصل بيني وبينها، وهذه الهدايا باعتبار شيء يعني رمزي. أكيد. بس يعني هي اكيد غلاتها في قلبنا ومحبتها لنا ومحبتنا لها اكبر من كل هاي الهدايا ومن كل هاي الماديات، بس دائما التهادي موجود يعني بيني وبين ماما دائما. اكيد يعني. اكيد مايا، تعي نشوف، تعي شوفي، تعالي اسمعي شو بتقول. في عندنا بنوته اسمها احلام ميمي بتسألك ما هو أكثر موقف مشاغب قمت به وعاقبتك والدتك عليه؟ ما هو أكثر موقف مشاغب؟ صراحة أنا طفل كنت مشاغب كتير. أوكي، تذكر شيء؟ مش عارف يعني، كان في عنا هيك سد في البيت عالية. أوكي. فكانوا دائما يخبوا فيها الأغراض الحلوة، الألعاب الحلوة والأشياء الحلوة. فهاي السد كنا ممنوع نأخذ طلع منها إشي في الدراسة يعني. أثناء الدراسة ممنوع. أكيد.
فأنا مرة كنت طالع فوق وعمالي يعني بطول الأغراض من فوق وإجت ماما بابا كان مشاغب شوي بالزمان شافتني ويعني تعاقبنا اللي في النصيب يعني طبعا يلا إن شاء الله طبعا أكيد هلأ إحنا مجهزين لك مفاجأة فريق الإعداد وهو اتصال مع والدتك لحتى نعيدها كلنا بعيد الأم بيوم الأم طبعا ألو نقول ألو ألو الو الو السلام عليكم عليكم السلام اهلين يا عمر كيفك ماما شو اخبارك اللحظه هاي عمر عم بيأذن عندي انا فمش سامع صوتك شوي عم بيأذن هو انت اسمعيني من التليفون ووطي صوت التلفزيون على الاخر اهلين يا عمر هلا خلص الاذان يلا الله يتقبل شو اخباركم كيف صحتك يا ماما الحمد لله الله يرضى عليك يا ربي كيفك انت الله يخليك يا ربي الحمد لله تمام مشتاقين كثير كثير احنا طبعا ماما انت عارفه انه احنا يعني كل يوم وحتى انا كتبت اليوم على فيسبوك وعلى تويتر انه يعني كل الايام هي ايام مميزه بالنسبه لي بالنسبه للام فهي الايام كلها هي ايامك والايام كلها هي يعني مميزه بالنسبه لنا باتجاهك لكن هذا اليوم مميز عندنا في قناة نون باستضافتكم الطيبة واستضافة أمهات اللي راح يكونوا موجودين معنا أيضا فمن هون أنا بوجه لك تحية وكل حب واحترام أنا كتير اشتقت لكم وإن شاء الله راح نشوفكم عن قريب الله يرضى عليك حبيبي الله يخلي لك إياك يخلي لي إياك يا ربي ووفقك إن شاء الله وسمعني لأخبارك في ثاني يعني احنا ماما مبسوطين اليوم ما في داعي انه يعني تزعل وتتضايق بالعكس يعني احنا مبسوطين هينا عم نحكي مع بعض وهيك عم بتشوفيني انا مش قادر اشوفك بس انت اكيد عمالك بتشوفيني فهي كمان اكيد كمان احنا بنعيدك خالته كمان لينو ومايا وميس حابين يسلموا عليكي كمان ماما كل سنه الله يسلمك يا ربي خلي لك اياهم ان شاء الله يا ربي حبيبي عمر كل سنه وانت سالمه يا ربي وضلي فوق راسنا يا رب وهي لين كمان كل سنه وانت سالمه تيتا هون الكاميرا هون اهلا بيكي اهلين حبيبتي كيفك الحمد لله وكيف ميوش حبيبتي هيا مايا سلمي على تيتا مايا هيا تيتا في الكاميرا هون سلمي عليها قولي كيفك تيتا قولي كيفك تيتا الو ميوش هاي تيتا عرفتي تيتا الله يخلي لك اياهم ان شاء الله يا رب حبيبي ويحفظكم ويوفقكم وسمعنا الاخبار الكويسه عنكم الله يخليك يا ماما شكرا لك وشكرا لوقتك كثير سعيد بسمع صوتك وبهذا الاتصال شكرا لك ولفريق الاعداد شكرا يا ماما شكرا شكرا هذا الحكي مع السلامه الى اللقاء خلص خلص فقرتك التقديميه خلص اكيد تفضل طيب هلا رح نختم بأغنية أنا ولين شو بتحب نغني يا لين؟ نغني باقة ورد نهديها لكل الأمهات أنا وياكي بابا شوي أعطي المايك ل هوب 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 خلي لين خلي لين تغني لا لا لا, لا ما بيصير في واحد تاني هناك لونه أحمر روحي خذيه أيوة يلا هيا هيا جوا هناك أنا بالجاليري يلا إيدي باقة ورد عند عمو هناك هناك عند عمو محتارة عن جد بقدمها لمين ايدي بقت ورقة من مين انا لين محتارة عن جد بقدمها لمين الورد يعني بحبك الورد بتعني كتير الورد يعني شكرا وبتعني التقدير قولولي قولولي قدمها لمين قولولي قولولي بقدمها لمين أكيد بنقدمها لإلك ولإلك ولكل الأمهات ولكل الأمهات اللي عم بيحضرونا أيضا على شاشة التلفزيون أصدقائي رح نشوف هلأ كمان شوية مشاركات مميزة منكم ومكملين معاكم سوا حنكون بأحلى هوا هوا نون
عشان مدرستي وانا اتدلع عليها وبتذاكر معايا دروسي ولا اشطرها درس خصوصي ترتب كتبي وكراساتي اصحى في الشنطة الاقيها اعمل حاجة غلط بسرعة تيجي وتصلحها صلحها ماما انا مهما اقولك برضو كلامي هيبقى شوية ماما ده انا كل الدنيا مش عايزاها وتفضلي ليا ماما انا مهما اقولك برضو كلامي هيبقى شوية ماما ده انا كل الدنيا أشكر كل اللي بعتونا صورهم وبعتونا هاي البوزات الرائعة جدا سواء كبار أو الصغار شكرا لكم تحياتنا لكم طبعا رجعنا لكم من جديد أحبائنا في هاي الحلقة المميزة والسبيشال الخاصة بأمهاتنا جميعا اللي أكيد دائما وأبدا بنضلنا نوجه لهم كل الحب والتحية والتقدير والاحترام معنا في الاستوديو عائلة صديقي العزيز الصديق الرائع بلال كوبيسي أهلا فيك بلال حياك الله عمر وأم نوارة أختنا سؤد الطارق الإعلامية المعروفة أهلا وسهلا فيك نوارة ونورتي كمان شو أخباركم؟ الحمد لله بلبل يعني إحنا اليوم هو يعني خاص للأم
أكيد. فيعني أم نورة وأم لين هم اللي اكتسحوا الشاشة، فإحنا يعني بنصف على خير وبركة. شو أخبارك أم نورة؟ كيف صحتك؟ كيف أمورك؟ ماشي الحال الحمد لله بخير ونعمة الحمد لله. كيف رضاك على نورة وعلى أم نورة؟ الله يرضى عنهم. شوي هو يتوقع لسه مغلبك أم نورة؟ الله يرضى عنه يا رب. أجمعين يا رب. ما في زي أم نورة صح؟ الله يرضى عنه. طب من ورا شو بتحبي تحكي لنا في هذا اليوم الخاص بأم؟ من هوا خاص أكيد في برنامج هوا نور. طبعاً هاي الحلقة الخاصة يعني. أول شيء يعني شكرتكم على هذه الاستضافة كثير. ومن أول بداية كنت مترددة بس الحمد لله رب العالمين. مترددة لا مرتبة وضعي يعني كرفان يعني مرتبطة بشغل فلازم يعني. الله يعطيك العافية. من باب الولاء. حتى سمعت إنه عندك تصوير وعندك حلقة اليوم المساء إن شاء الله تعالى. وأيضاً يعني شكر الجمهور اللي تابعنا، أقدم له بشكر الجزيل للجمهور. ويعني أحيي أمي الله يحفظها يا رب ويمد بعمرها يا رب ويعطيها الصحة والعافية. وكل الأمهات وأقولهم إنه سامحونا، يعني إحنا دا نحكي عن الأم، أكو كثير من الأمهات فقدوا أبنائهم، فيعني خليهم يعتبرونا أبنائهم اليوم. وأيضا يعني اللي راح يعني رحلة أمه، فيعني الله يا رب إن شاء الله يعني يتقبلها في عليين. هذا كل اللي أريد أقوله فيما يتعلق بالأمهات يا رب. تسلمي نوارة. نوارة كيف حالك؟ الحمد لله. شو أخبارك تمام؟ إيه. احكي لنا قديش بتحبي ماما أنتي؟ كثير. قديش يعني؟ فوت علي. يعني قد السماء ولا قد الأرض ولا قد البحر؟ قديش؟ قد كل شيء. قد كل إشي صح؟ بتحبي ماما أكثر ولا بابا؟ اثنين والله تأخرت شوي. بلبل هي بدي بعد تأخرت كثير بصراحة. مين بتحب أكثر؟ والله هي تحبنا الاثنين، بس يمكن أنا لأن منطيها مساحة يمكن يعني دلال أكثر. أمها شوية أبوها ما أنا بشوف دائما ما شاء الله يعني وياي دائما. فأمها شوية وأمها كذلك. لا أمها شديدة شوية عليها بالدراسة وبعض الحدود اللي ما تتحدى يعني. وبقولوا بيقولوا لازم يكون في حدا في البيت يشد وفي واحد يرخي شوية. انت حتى واحد يصير شرير وواحد يصير حباب. أنت شريرة يعني؟ ما أعتقد من نوارة صراحة يعني. أما بلبل من غير ما يعمل إشي هو الشرير، من غير ما يسوي أي شيء. حبيبي بلبل شو بتحب تحكي لنا في هاي المناسبة هذا اليوم؟ على يعني طبعا بداية أريد أقول يعني إحنا نقول كل عام وكل أمهاتنا بألف ألف خير إن شاء الله، واللي على قولة أم نوارة اللي رحلة والله يرحمهم إن شاء الله ويعوضهم الجنة. هاي واحد. اثنين يعني أقول إنه الاحتفال بالأم هو ما يتحدد بيوم، إذا تحدد بيوم معناته إحنا راح نكون مقصرين بجوانب كثيرة حميمية تمدنا بأمنا يعني. خلي يكون أيامنا كلها أعياد يعني احتفال بالأم. يعني أحلى شيء يعني ذاك اليوم دا أقلف هذه مقولة أنا ومن وراء إنه الأم تقول لابنها ابني أحلى هدية تهدي لي إياها بعيد الأم بيوم الأم ذكرى الأم هو إنه تلتزم بصلاتك، تلتزم بعبادتك، تبتعد عن المعاصي، المعاصي اللي تبتعد يعني اللي تبعدك عن رب العالمين. الذنوب بنتي الذنوب يعني الأشياء الغلط. الله حكى لنا ما نعملها. أي فبالتالي عيدنا إحنا عيدنا عيدين، هو عيد الفطر وعيد الأضحى، لكن صح. ذكرى عيد ذكرى يعني عيد الأم خلينا نقول أو يوم الأم يجدد العلاقة بين الابن والبنت بأمهم، وكذلك نحتاج إنه يجددون علاقتهم بينا حتى تكون العلاقة يعني بيها مصداقية وثقة يعني. صح. ابن وار اسمحي لي أرجع لك، انت حضرتك اعلامي متميز جدا وبرامجك جميله جدا طبعا اكيد كلها سياسيه وكلياتها يعني ما فيش عندها. الله يعطيك العافيه. احكي لنا شوي عن طبيعه عملك في مجال الاعلام. حكيت لك نوار تأخر. اكيد التاخر هذا نمبر 1. العمل الاعلامي يعني يعني أوصفه هذا ما أجيد هذا ما أنا عليه. الله. فيما يتعلق بالعمل الإعلامي كثير كثير يعني حبت الحمد لله رب العالمين، لأنه لقيت مساحتي ولقيت يعني مكان بالضبط الحمد لله رب العالمين، وأحسبني أبدعت يعني بهذا المجال وأثرت إلى حد ما بالناس. لا تخليني سوء كم مرة يعني كنت أضطر أنه أخذ نوارة يعني كنت أضطر. بذكر كنت مرات أجي أنا وبلال نأخذ من الشور. بس الحمد لله رب العالمين يعني يعني أنا بابا إجا يعني لعمان الحمد لله وموجود هيك أريح يعني كثير كثير خفف عني. الله يا ربي يطي صح والعافية. أيضا يعني نحيي كل الآباء ونحيي بابا يعني الله يحفظهم يا رب. يعني ما شاء الله عليك يعني نوارة، يعني ما
مبدعة دائما، وانا دائما بحكي دائما اللي بيحب شيء وبيشتغل فيه بيبدع فيه. يعني الحمد لله انا يعني بحس نفسي كذلك، انه يعني مثلا مبدع في الفن وفي الامور هاي وفي الامور، لانه انا بحبها وبشتغل فيها، فبالتالي الابداع بيصير حاصل. اكيد اكيد. شوفوا اني وجهة نظري انه اللي هنا هو اللي راح يوصل للناس. صح. بالمحصلة. صح. يعني فكل ما انت طيت يعني من نانا راح يوصل هذا للناس اسرع. لا ان شاء الله دائما راح اعطي من نانا ومن كل الاماكن ان شاء الله. طب كيف تقدر توفقي بين البيت وبين العمل؟ شوف يعني أكذب عليك إذا قلت وأكذب على الناس وراح يلاحظون إنه أنا أقدر أوفق، يعني قد ما أقدر. يعني هي مسألة الشغل. لا مستحيل. شوف الشغل بالشغل أحبه والبيت إليش أنت. لكن يعني أحاول قد ما أقدر قد ما أقدر. يعني وطبعا بلال يساعدني وبابا الحمد لله رب العالمين أيضا موجود. يعني أحاول إنه أوازن. هي مسألة يعني موازنة وسعي بشكل مستمر إنه يعني تطلي كل شيء حقه. يعني بتقدر أهدي بأوصل. بتقدر تعطي لكل شيء حقه. وأيضا نوارة حبوبة كثير يعني. أكيد. ما شاء الله عليها. يعني حتى لما أخذها للشغل كثير حبوبة، يعني تكون هي قاعدة بالكنترول وأني أكون على الجو. يعني هاي جتي فترة كانت من أصعب الفترات يعني. صح. علي كثير. صح. قبل لا يجي والدي الله يحفظه ويساعدني. وبلبل أيضا يعني الله يحفظه. بلبل لا ما شاء الله عليه ملتزم يعني دائما. كثير كثير وكثير. لما نروح يعني نوصل البيت تكون سيارتك موجودة منورة مهزومة. شو يعني منورة مهزومة؟ يعني ما جاي بعدها لسه بتجاي. الله يسامحك أنا مهزومة. طب هل برأيكم إنه أبناء الأمهات العاملات هل هم مظلومين ولا ماخذين حقوقهم كأطفال يعني وكأبناء بشكل عام؟ والله شوف يعني ما أقدر يعني أحكم. يمكن أحد غيري كان قاعد بالبيت ولاحقاً يشتغل يقدر يحكم، بس من وجهة نظري يعني أحاول أعوضها قد ما أقدر. يعني لما أكون أنا موجودة بالبيت أحاول أعوضها قد ما أقدر. يمكن أم كانت قاعدة وتشتغل ممكن تجاوب على هذا. يعني أنت بتحسي إنه نوارة واصلها كل شيء ومرتاحة ومبسوطة؟ أعتقد يعني بالنسبة لي أنا حتى لو موجودة بالبيت أيضا راح يكون عندي أنا وقتي ومساحتي. أكيد. اللي هي ما لها بيها. صح. فيعني أنت كأنه موجودة بالعمل. يعني فلو موجودة في البيت راح يكون في لك مساحتك ووقتك وعملك. لأنه ننو يعني جدتي أنا كنت بسنة 2008 مواليدة، أنا كنت من سنة 2004 أشتغل يعني بهذا المجال. طب أنت عشتي فترة يعني بغربة بعيدا عن أهلك. كيف توصفي هاي الفترة البعد عن الأهل؟ شوف أني بالنسبة لي الغربة مثل حلقة فقدت من حياتك. لا أنت لما يعني أنا لما أروح لبغداد أدور على هذا الشيء المفقود، أكو شيء روح من الروح بهذه الغربة. لا أنت لما موجود في بغداد تلاقي، ولما أرجع لعمان ألاقي. فهذه يعني بالنسبة لي يعني حلقة مفقودة يعني. فأحسبها عند الله الغربة. يعني مؤلمة كثير. مؤلمة رغم ان الناس اللي داير مدايرك. صح. واللي يحبوك واللي يساندوك، بس لا البعد عن الاهل دائما فيه فعلا احساس بالغربة. يعني انا من معرفتي في بلال هو شخص بيدعم المرأة وبيآمن بدورها في المجتمع. كثير اكيد كثير. شفتي منه كثير. هذا الدعم واضح كثير. ولا حكي بس. شوف اني يعني مستحيل اكون سودة الطارق واعلم الى حد ما بهذا المجال لو مو بلال. الله. يعني هذا الفضل مستحيل انه انساه هي. يعني لانه دعم يومي. صحيح. دعم يعني كل ساعه يعني. صحيح. تعرف اني اضبط وقتي وياه وهو يتحملني يعني مسؤولياتنا من الداخل. هو طبيعه عمله كفنان يعني هل بتلاقي انه برضه يعني في صعوبه؟ هل طبيعه عمل زوجك الكفنان يعني بالنسبة صعبه الى هو بالنسبه لا الا البيت بشكل عام؟ يعني شوف تاقلمنا يعني الى حد ما يعني واحد يتفهم الاخ. يعني يمكن اني لما اكون محتاجته ويقول لي خلص اني مشغول هذه الفتره فخلص يعني احاول يعني ما الح عليه ولا اعاتبه ولا. صح. افكر انه طيب ليش ما بداني شغله خلص يعني. صح. مثل ما هو يحترم شغلي انا ايضا احترم. صح. شغله. صح. صح. بلبل برايك هل الاطفال ايام زمان كانوا غير هالايام؟ يعني هل كانوا يحسوا بالام اكثر ولا اتوقع لا الايام هاي؟ لا اتوقع اكثر يعني. ليه؟ كان اكو احساس لان ماكو شغلات تشغلهم كثيره يعني. كانت عندهم البنيه عندها لعابه مثلا. شنو اللعابة؟ اللعبة. لعبة أوكي. والطفل عنده يمكن سيارة بلاستيك يلعب بيها، فبالتالي مأواه إذا تعب ما يلاقي إلا حضن أمه. هسه المأوى هو الآيباد
والموبايل ياخذ الموبايل من امه ويلعب بيه او يشوف الالعاب اللي موجوده او الافلام، فبالتالي موجود الحميميه وموجوده اللي يعني الاحساس بالام والاب، لكن مو مثل قبل. لا قبل كنا احنا يمكن العيد ننتظره حتى ارجع من المسجد وابوس ايد امي وابويا حتى احضنهم. هسه تتوسل على انه تريد تحضن بنتك او ابنك بالشافعات يعني. واخذت يعني المرات اي انا مرات اخذ نوار احضنها تقول لي انت اخذت الطاقه الايجابيه مالتي. اي والله طيب من عبادي لا تنسى. بلبل والدتك الله يرحمها انتقلت الى رحمته تعالى يعني الله يرحمها ان شاء الله ويجعل مثواها الجنه. لو انها بينها بيننا اليوم شو بتحكي لها؟ شو احكي لامي يعني؟ شو اقول؟ اقولها يعني انت العين وانت الروح وانت القلب، يعني اللي يحس باحساس انه فاقد امه راح توقف في العبارات يعني بصراحه، توقف العبارات يوقف القلم بس تذكر انه والدتك موجوده بحياتك، هذا بحد ذاته يعني كفيل على انه يخليك صم يعني اصم انه ما تتكلم شيء يعني. طب في شيء يعني بتندم انك يعني كان ايام ما كانت والدتك موجوده؟ اي طبعا كثير كثير شغلات في اشياء بتندم عليها هذيك كثير يعني كثير شغلات ممكن تغيرها يعني انت. أي اتمنى انه اتمنى يرجع الزمن يعني، وطبعا هو خلص يعني الله تقديراته نرضى بها كيف ما تكون يعني. كثير شغلات يمكن اتمنى ينعاد الزمن واقول لا لازم هنا ستوب يعني خلاص، انه صوت العالي عدم لا ابالي انه بسماع كلامها او ما اخذ بنصيحتها. فكثير قرارات اخذناها يمكن كانت خاطئه بسبب ما اخذنا انه ما اخذنا نصيحه امنا بالذات. صحيح. الام فعلا الام تيتم يعني. صح. الام من تموت تيتم الاولاد وتيتم العائله كلها. صحيح. فنسال الله تعالى ان الله يحفظ امهاتنا جميعا ان شاء الله ويجعل مثواها الجنه ان شاء الله. ست سؤدد شو بتحبي تحكي لوالدتك في هاي اللحظات؟ يا رب الله يحفظها إلي يا رب يا رب يا رب، يقدر ساعتي قبل ساعتها يا رب، على الأقل يعني أموت وهي راضية عني. الله يطول بأعماركم جميعا يا رب يا رب يا رب. الله يسمع منك ويحفظ أمهات المؤمنين جميعا إن شاء الله يا رب. يعني أقول سامحيني يعني أعرف أنه تعبتش بس سامحيني يعني سامحيني هو هذا أني. بلبل إحنا حابين نختم معك هاي الفقرة، شو حاب تسمعنا هيك إشي للأم؟ كثير اغاني للام يمكن تغني لك شيء انت يعني جاي على بالك. هنيكم ست الحبايب. يلا ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي، ست الحبايب يا حبيبه يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل الطيبة يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة حبيبة زمان زمان تعبتي وسهرتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي، زمان زمان تعبتي وسهرتي شلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي، أنا وتسهري وتباتي الشهري وتصحي من الأذان وتباتي الشهري، يا ربي خليكي يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة وحبيبة. الله 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 عليك يا بلبل. الله يسلمك يا نوارة. بنشكركم ونشكرك أبو نوارة ونوارتي الغالية. نوارة بنشكرك برضو على
هاي الطفلة الرائعة اللي نورتنا. والله نشكر الله سبحانه وتعالى انه رزقنا اياها، بس هي اليوم يعني مو بالمود. وبنحييكي طبعا، وبنحييكي على عملك الرائع وعلى يعني عملك المتقن، وكذلك حبيبنا بلال اللي شكرتكم، نورتونا صراحة في هاي الاستضافة. الله يحفظكم، ممتنة منكم كثير، شكرتكم وشكرة يعني الناس اللي تابعونا. الله يخليك، يعني يعني يمنحونا هذا الوقت، فشكرتكم. الله يخليك، كثير. الله يخليك، شكرا لك حبيبي. الله يحييك يا رب. الله يسعدك. أعزائي المشاهدين، كانت استضافة رائعة لعائلة النجم بلال الكبيسي. في عندنا تقرير هلا رح نشوفه عن الأمهات العاملات، خلينا نشوفه مع بعض. أنا اسمي رجاء أحمد حسين علي شلختي، عمري 35 سنة، عندي 5 أطفال، بنتين وثلاث أولاد. أنا طبيعة عملي بمركز التراث الفلسطيني، بعمل بالمطبخ تحت. طبيعة عملنا بنعمل مأكولات، بوفق عملي مع البيت والأولاد، يعني بصحى يعني بدري شوي، بمشي أمورهم وبعدين بكمل أموري وبتسهل على دوامي. أكثر صعوبات تواجهني كأم عاملة، يعني بروح أحياناً أطفالي بيكونوا يعني في عندهم واجبات مدرسية، يعني أحياناً بستصعبوا منها، أحياناً بروح يعني بكون تعبانة ما بقدر إني يعني أتابعهم كلهم، بتابع اثنين والثانيين يعني بروحوا بحلوا واجباتهم أحياناً لحالهم، وهيك يعني هاي الواجبات اللي بس بتعيقني يعني شوي. تأثير عمل أطفالي يعني ما تأثروا مني كثير، بس هم ما بيشوفوني كثير، هذا اللي تأثر مني لأنهم متعودين على إني وأنا أشتغل. طبعاً لازم يدعموا الأم العاملة، يعني بالنسبة لي لزوجي أنا بدعمني إني بس أكون أنا بالدوام، وهو أحياناً بكون مروح حكى بلي بلكي، أحياناً بسوي أكل ونجهز غدا ونتغدى مع بعض صراحة يعني. وكأطفالي يعني بروح أحياناً بلكيهم مرتبين البيت، مجهزين كل إشي وعاملين لي شاي بستنوا فيه يشربوا يعني. أنا برأيي المجتمع والأسرة لازم تدعم الأم العاملة، لأنها يعني صراحة يعني إذا ما دعموها ما بتلاقي أحد يكون مساندها. طبعا أنا بالنسبة لي راضي عن شغلي وإنجازاتي، بالنسبة لي بطلع بالشقة أكثر من أول، أولادي بيفتخروا فيني إني مثلاً إيش ما بدهم بلبي لهم إياه. وصراحة أنا ما يعني بالنسبة إلي بكون عندي طموح أكبر إني يعني أضلني أشتغل وأحصل وأنجز بشغلي وبعملي وأتعلم أشياء جديدة يعني أنا ما تعلمتها. بالنسبة لأي أطفال لأم عاملة بحب أحكي لهم يعني لكم الفخر إنه لكم أم عاملة وبترعاكم، ويعني حابة إنها تعطيكم طموح أكبر من هيك وتلبي لكم كل احتياجاتكم. وبحكي لهم يعني إنه ربنا يحميكم وتكبروا وتصيروا أنتوا كمان عاملين. أنا بوجه لكل أم عاملة، الله يحيي كل أم عاملة، وكل عام بحب أحكي لهم بمناسبة عيد الأم كل عام وهم بألف خير، والله يقويهم أكثر. سهام الدباغ رئيسة مركز التراث الفلسطيني. مع الأسف الشديد أني ما دخلت جامعة، بس عندي البكالوريا السورية الثانوية. هم شباب مش أطفال، صاروا 3 بنات وولد. بدأت العمل التطوعي من سنة تقريباً 64. الحلو اني بديت العمل التطوعي بعد ما اولاد راحوا المدرسه، فما بعرف معاناه الام لما يكونوا اولادها اطفال. يعني اصغر بنت كانت عندي عمرها 5 سنين، لما اجي من الجمعيه العصر ويكونوا قاعدين هم هذا، تقولي شو عم تعملي ماما؟ احكي لها انه احنا هلا بدنا نعمل اشياء مشان نبيعها،
نعطي الناس المساكين المحتاجين، لأنه في ناس فاقدة كثير من أهلهم. بالإضافة لهذا لقيت العمل التطوعي بتلتقي مع نساء، بتتقفي بثقافتهم، بتحسي حالك منتجة. الحديث بدور دائماً بأشياء راقية. أولادي وأحفادي بتسأليهم عني، بقولوا إحنا فخورين في تيتا لأنها بتشتغل بتقضي وقتها بعمل. وأنا الحقيقة بحكيها نصيحة لكل مرأة، إن لما توصل لمرحلة أولادها صاروا في المدرسة ما تقضي وقتها بأشياء تافهة، لأنها العمر بخلي الوحدة تتراجع. ما في شك إنه مساعدة المرأة العاملة زي ما هي بتساعده لما بكون هو بيشتغل بتأمن له البيت 100%، لما هي إذا بتشتغل صار شغل البيت في بينهم التوزيع الطبيعي. إذا العمل للمرأة بخلي في ترابط في البيت. الأولاد، أنت ما حط الخبز، أنت سخن هاي، أنت تعال، كل العيلة بتصير اللي هي قامت فيه المرأة لحالها بتقوم فيه العيلة. ممكن للمرأة الأم تنجح مثل الرجل إذا كانت أم أو مش أم. المرأة إنسان مساوي للرجل وعقلها ناضج وواعي زي الرجل. بعدين الإنسان الواعي واعي بكل شيء، هي ناجحة بعملها وناجحة في بيتها. ما شفت مرأة ناجحة في عملها كانت فاشلة في بيتها. أنا الحمد لله راضية. امبارح كان عيد ميلادي، أحفادي كلهم برا ومش صغار، يعني في عندي 25-27 بيشتغلوا ومطلعين وشخصيات. الكلمات اللي بعثوا لي إياهم كلهم كانوا ينهوا كلامهم: نحن فخورين فيك يا تيتا. أنا بوجه كلمة للمرأة العاملة إنه ما في شك متعب، بس ما تنسى إنه عم تثقل شخصيتها. بتصير بالنسبة لأولادها مش إشي سهل دايماً أعبر باب الدار ألاقي أمي. أمي بتطلع، أمي بتشتغل، أنا بروح على المدرسة، أبوي بيشتغل، في عامل مشترك. فدايماً بقول تنظم وقتها، هي عمالها بتعمل شيء هي منه بتستفيد كمان. يعني زي اللي بتروح على الجامعة تتعب بس إلها بالآخر بتطلع بشهادة، وهذه بالآخر بتطلع شهادتها مردوده على تربية أولادها. الحقيقة بحب أقول لأبناء الأم العاملة إنه قدر وضع إنكم. إحنا صح منقول إنها هي شخصيتها بتقوى وكله يعني بتشبع شيء لنفسها، بس إنهم يقدروا هذا الوضع ويكونوا باهتمام. يمكن ما بيقدروا يساعدوا بس مقدرينها، شاعرين معاها، ولما بتتعب مفروض إنها هي تقعد وهم